السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. شرف هذا الفيديو نعطيكم الأسعار أو العروض نتاع الإنترنت الألف البصري بالاتصالات الجزائر، وكذلك نعطيكم شحال تخلص في الشهر، وكذلك شحال يعطيكم من ميجا. قبل تشغيل هذا الفيديو ما تنسوناش بالاشتراك وخاصة تفعيل الجرس بس يسكو جديد. نبدأ عبركة الله. هذا هو الموقع خاصة باتصالات الجزائر أو أجريتيكم. هنا يعطينا ثلاث اختيارات. اختيار الأول هو الأديازال، وعندك كاجي وإيدون. إيدون الألف البصرية. كيفاش نعرفوا الأسعار نتاع الجيجات؟ نضغط على اكتشاف. هنا يعطيك المعلومات. نهبطوا لتحت خاوتي، زد نهبطوا ونهبطوا. هذو هما العروض نتاع الألف البصرية، وهنايا الأسعار، معناها كل شهر شحال تخلص. مثال عندنا 10 ميجا بايت تخلص عليها في الشهر 160 ألف، وعندك 15 ميجا تخلص عليها في الشهر 200 ألف، وعندك 20 ميجا بايت تخلص عليها في الشهر 220 ألف، وعندك 50 ميجا بايت تخلص عليها في الشهر 240، وعندك 100 ميجا بايت تخلص عليها في الشهر 260، وعندك 200 جيجا بايت تخلص عليها في الشهر 280، وعندك 300 ميجا بايت تخلص عليها 300 في الشهر. كما انا يا خاوتي انا ديت 300 ميجا بايت تخلص فيها في الشهر 300 ألف، وكاين 500 ميجا في الشهر تخلص 360، وعندك 1 جيجا او 1000 ميجا تخلص عليها في الشهر 420. دوك نعطي لكم بعض مميزات وبعض كما نقول حنا بالعاميه الفائده. اذا كنت تخدم في الانترنت مثال تجيب الارباح، سواء كانت من التداول، ارباح نتاع اليوتيوب نتاع التيك توك، اي ارباح انت تساعدك 300 ميجا و 1 جيجا. هذه في حال إذا كان عندك مدخول من الانترنت. في حال إذا ما عندكش مدخول في الانترنت، معناها كما نقول تكونيكتي الفيسبوك، اليوتيوب، انستغرام، تهبط تفرج، انت واش تحتاج؟ ما بين 10 وما بين 20. كما 50 و 100 و 200 و 300 و 500 و 1000 ما عندك ما دير به. هذو ما عندك ما دير بهم خاوتي، كاع ما عندك ما دير بهم. هذو انت تحتاج 10 15 20. هذو مجموعه تاع 50 و تاع 100 و 200 و 300 و 500 و 1000، هذو هم اصحاب اللي يصنعوا المحتوى، سواء كان اليوتيوب، تيك توك، الفيسبوك، انستغرام، وعندهم ارباح من مداخل اخرى، من مواقع اخرى، اي مداخل يحتاجوا هذوما للجيجات. فهمتوا خوتي؟ هذا هو الاسعار نتاع الجيجات تاع الالف البصريه. تحوز تزيد في لافيتاس نتاع الكونيكسيو، حبيت من الموقع تاع فضاء الزبون، ولا تروح للاتصالات قول لهم حوس نطلع سرعة الانترنت او تدفق. هذا ما كان خاطر. هذا هو الجيجات او الاسعار نتاع الالف البصرية. نعطيكم سبيل المثال كيما الاديازال، عندهم لافيتاس نتاعها ضعيفة بزاف بزاف بزاف. انا خدمت تقريبا 10 سنين الاديازال، وعانيت عانيت 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 بزاف خاطر روحت لهم شحال مرة قلت خدمونا الاديازال، خدموها لنا، خدمونا الاديازال، راه كونكسيون راه ثقيلة، راه كونكسيون ثقيلة. قال لك ما عندك ما ندير لك، قال لك راه كاع من فوق. انا واش درت انايا؟ الحمد لله عطوني باطيمة لوجمة وكانت فيها الالف البصرية، عقبت فيها الالف البصرية ودخلت الخيط وعطوني المودين، وزدت في عطاوني هما عطاوني مرة 10 وزادوني 15، يعني 15 ميجا وما كفاتنيش، قلت نزيد 300 ميجا خير على راني دوكا الحمد لله يا ربي عندي مداخيل. الحمد لله يا ربي مانيش نزكي في روحي ولا نبين في روحي ولا نهضر الحقيقة خاوتي.
كما على 300 ميجا تنفعني، وحتى بالك 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 على ربي الى ربي زاد زادنا الارباح ربما نزيد حتى الهديه حتى 1000 جيجا بايت 100 جيجا بايت، معناه خلاص 420 الى ربي زادنا في العمر ولا ربي زادنا في الرزق نديرها حتى 1 جيجا السرعه نتاعها ما شاء الله. قال لك كان يشكروا فيها كما قلنا خاوتي كما انا درك اعوذ بالله كما انايا وماشي زكي في روحي الحمد لله يا ربي نجيب الارباح من يوتيوب من تيك توك من فيسبوك من مواقع اخرى الحمد لله يا ربي. هذه هي تساعدني تساعدني على عادي مداخيل انا تساعدني كما واحد بسيط ما تساعدوش تخلص تايا مثال 420 وما عندك ما عندك لا مدخول اول من الانترنت تا واش دير عندك 10 15 20 ياسر عليك ياسر عليك ولا 50 ياسر عليك ما بين 160 حتى 220 فقط ما تزيدش ما تزيد عليه لا تحت لا فوق. هذا هو الفيديو تاعنا اللي عنده اي حاجه ولا عنده اي استفسار خلينا تعليق اسفل هذا الفيديو ولا تواصل معنا عن طريق الواتساب. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.